بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشوف شلون نسوي جدول في قاعدة بيانات الفيجوال فوكس برو. هذه تكملة لمحاضرتنا بالمختبر، ولكن للتذكير احنا كان المطلوب من عندنا انه نسوي جدول. هذا الجدول هو خاص بمعلومات الطالبة، فاحنا قلنا راح نخليه اسم الطالب، عمره، الجندر الى اخره. طيب، فأول خطوة نحتاجها إنه إحنا نشغل برنامج الفيجوال فوكس برو. قلنا إنه إحنا نبقي فقط الشاشة الخاصة بالكوماندز أو بالأوامر. في أي منصة أو في أي تطبيق أنا إذا أحتاج أسوي فايل ملف جديد، فأنا أذهب إلى قائمة فايل أو ملف وأختار نيو، أو من شريط الأدوات أنا أختار هذه الأيكون اللي هي جديد أو نيو، أو الاختصارات اللي موجودة هنا اللي هي الكنترول، أبقى أضغط على الكنترول من الكيبورد ومن بعدها أضغط معها حرف الN. طيب، في Visual Fox Pro إحنا عندنا طريقتين لإنشاء جداول جديدة أو ملفات جديدة. واحدة هي النيو فايل، والثانية هي باستخدام الويزرد. احنا في هاي المحاضرة راح ناخذ انه احنا كيف ممكن انه احنا نسوي الجداول مانيوالي. طيب، انا شنو اللي احتاج اسوي؟ انا احتاج اسوي جدول، فاذا ابحث عن كلمة تيبل. انا احتاج تيبل، فاختار التيبل، أأشره بهالشكل هذا، ما بقي على البروجكت، أأشره التيبل ومن بعدها أضغط نيو فايل. راح نشوف في الكوماند انطاني الأمر اللي ينشئ لي جدول اللي هو create. طيب، احنا نذكر قلنا الفرق ما بين قواعد البيانات اللي هي مثلا هسه بالفيجوال فوكس برو أو حتى بالمايكروسوفت أكسس. يطلب من عندنا انه احنا نخزن قاعدة البيانات بالبداية، او نخزن الفايل او الجدول قبل ادخال المعلومات. يعني يختلف عن الاكسل والوورد وحتى الباوربوينت. احنا في مثلا في الاكسل نكتب المعلومات ومن بعدها نخزن الملف، هنا يختلف. طيب، راح يطلب من عندي اسم. احنا قلنا ننطي اسم يكون واضح، فاني راح اخليه مثلا اسميه student records. وقلنا احنا اذا اريد اسمي الاسم من كلمتين مثلا، ما اخلي بيناتهم space وانما اخلي بيناتهم underscore، والunderscore اني اقدر احصل عليها من الضغط على shift بالكيبورد، وابقى ضغط shift والناقص، اشارة الناقص. راح انطي له سيف. بالفيجوال فوكس برو الفولدر اللي هو الديفولت مالته، اوكي، الاعتيادي، ما غيرنا احنا الفولدر. طيب، هسا كل وحده من هذه اللي راح اني اسويها، هذه احنا شو سميناها الفيلدز، اللي هي الحقول، الفيلدز الحقول اللي راح تجمع لي البيانات. فاذا هنا انا شنو عندي؟ انا عندي اسم الفيلد ونوعه التايب، الارض مالته الويدث، وقلنا الديسيمال بليسز في حاله الارقام، مثلا الارقام العشريه، يعني مثلا قلنا احنا 3.25، هذه شنو؟ هذه هي 2 ديسيمال بليسز. طيب، خلينا نبدي باول حقل. انا باول فيلد انا ما راح املأهم كلهم، راح ناخذ احنا الثلاثه والبقيه احنا شرحناها بالمختبر وهي تمشي عليها نفسها. طيب، راح انطي اول شيء اللي هو قلنا راح ناخذ الستودنت اي دي، اللي قلنا هي هذه راح تكون الرقم هويه الطالب. نوعها راح يكون النيوميرك، واحنا عرفنا شنو الفرق ما بين هذه الانواع، فراح اخذ علي نوع نيوميريك باعتبار انه هو فيلد او حقل عددي. ايش قد الويدث له؟ ايش قد هو الرقم او عدد البطاقه، عدد الارقام في هويه الطالب؟ لنفرض 12.
وننتقل إلى الفيلد الثاني. طيب أنا ما أقدر أنتقل للفيلد الثاني إذا أنا ما مكملة معلومات الفيلد الأول، ممكن ينطيني إيرور. في الفيلد الثاني راح ناخذ الستودنت نيم، اسمه اللي هو راح يكون كاركتر، وقلنا ممكن إنه تكون أكو عندنا مجموعة من الأسماء الطويلة، فأنا راح أنطي له عفوا راح أنطي له أني وات 10. قلنا الستودنت ديت أوف بيرث، تاريخ الميلاد، قلنا إحنا هنا شنو راح نختاره؟ راح نختاره بيكون ديت. طيب يكون ديت، وقلنا إحنا ليش هو 8؟ لأنه راح ياخذ هو الديت راح يكون بشكل month month، يعني شهر شهر، وبعدين day day، وبعدين year year، فهذه 2 sorry year هي 4، فالأربعة year 2 الday واثنين month، هذه هي صارت 8 digits. طيب زين، قلنا احنا حتى اني اعرف هذا الحقول او هاي، يعني حتى اعرف اني ريكوردز لكل طالب مثلا، حتى اقدر اني اربطها بعدين ويا جدول اخر مثلا، شنو اني راح احتاج؟ قلنا راح نحتاج احنا اندكس، راح نحتاج اندكس اللي احنا سميناه الكي، البرايمري او الفورين كي. فبالاندكسينج اني راح اختار اسندنج تصاعديا، ومن بعدها راح اضغط على اوكي. راح نشوف احنا راح يختفي كانه ما يختفي الجدول، لكن هو حقيقه الامر موجود. فانا لو استخدمت في الكوماند ويندو واني راح اكتب براوز وانتر، راح تشوف انه هو راح يستعرض لي، راح يستعرض لي الجدول اللي انا قبل دقائق انشاته، اللي هو كان دي للستودنت اي دي، للستودنت نيم، وللستودنت ديت اوف بيرث. لكن انا ما اقدر اعدل عليه او ادخل بالبيانات، وهذا قلنا احنا في محاضرتنا القادمه راح نشوف شنو هي الاعازات اللي راح استخدمها للتعديل على الجدول كادخال بيانات، او الاعاز الاخر التعديل على الجدول لتغيير أسماء الحقول أو أنواعها مثلاً. شكراً جزيلاً.